سؤال: من هو ملك صادق وما هي قصته وما هو تقصد؟ ملك صادق كان كاهن وملك، قصته موجودة في سفر التكوين اصحاح 14 وفي الرسالة الى العبرانيين اصحاح 7. تقصو انه لم يقدم ذبيحة حيوانية، انما قدم خبزا وخمرا، ولذلك يقال ان المسيح كاهن على طقس ملك صادق، يعني ما فيش ذبائح حيوانية وانما خبز وخمر. وثانيا، ملك صادق لم ينل الكهنوت عن طريق الوراثة، لان كان في العهد القديم وراثة الكهنوت للذين من سبط لاوي ومن بني هارون، فهو ما كانش لا من سبط لاوي ولا من بني هارون، لانه كان موجود قبل من نحن ايام ابراهيم قبل الاباء. وهكذا السيد المسيح كان كاهنا على طقس ملك صادق، يعني ليس عن طريق الوراثة مثل ملك صادق، برضه ما كانش عن طريق الوراثة.